أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. أنت من ضحايا ديال تسرب الغاز اللي وقع بالجرف الأصفر؟ خويا. ممكن تعطينا الاسم وتحكي لنا شو وقع لكم في ديك الليلة؟ سميتي مرضى حسن. خويا كنا في جليك، بعدين ما بينا كنا دخلت من جليك، جيت مع الخمسة، خرجت مع جوج ديال الليل، حاجين خارجين من جليك من التيربين، خارجين بحكايين بغينا نخرجو من السانسور، جوج دراري مخنوقين طالعين، عيانين مراض، جينا مخنوقين، ساكن لحالة محاط الله، وأنا جايين بغينا نهودو من السانسور، حنا شناهم بحكايك غير بحالة، حنا نرجعو بحالاتنا، جينا هودنا من الدروج، غنهودو بحالنا من الجهة الأخرى. حنا لقاو الغاز على الجهد، ما عرفنا شناهو الأمونياك ولا ما عرفنا شناهو، ويا ديك حنا طلعنا من الدروج حنا كاملين مع شي عشرة، طلعنا من الدروج وانا لاخر فيهم، انا تخنقت من دياتي، انا عادي ندم عادي ما نخسر تشدني في القلب، دابا ما عرفتش شناهو صدري دابا باقي ضاربني وحالي. خويا كنا خدامين في سونترال جلاك، واحد اللحظة كنا كنخدمو الليل، واحد اللحظة خرجنا مع جوج، لقينا واحد الكاريشة ديال واحد الغاز مسرب من الوسيطي، وصلنا هنايا وحنا دابا حنا راه كنعانيو في واحد الحالة مزمنة، حنا دابا في مصحة لاكي سوسيال هنا، وحنا كنشوفو شنو غيديرو معانا هاد الناس، وحنا كنطالبو بالعلاج ديالنا وكنطالبو بصحتنا، حنا مكنطالبو بتا حاجة، حنا كنطالبو غير نتعالجو، لأن هاد السم هاد الغاز هذا أنه دخلنا لذاتنا وسكننا وهددنا، حنا مرادين بزاف، وهاد الناس باغيين يفرطوا فينا وباغيين يصيفطونا وش يخرجونا، حنا مفهمناش هاد الناس اشنو باغيين يديروا معانا، وكنطالبوا منكم انكم تعاونونا وتساعدونا وتوقفوا معانا، الله يكثر خيركم. وبالنسبه خويا للسلامه تما في المركب اللي خدامين فيه، كاينين لوازم السلامه باش كتخدموا؟ لي ماسك غاز، لي ماسك بوسيال، شروط سلامه واش متوفره تما شي حاجه منها؟ بالنسبة خويا ملي وقع لنا هاد المشكلة هذا خويا ما عطاونا ما كاين لا ماسك ديال الغاز لا حتى شي حاجة، بقينا كنشمو هذيك الريحة تكلينا الدقة خويا وطحنا، وهذاك الغاز دخل لنا الدات ديالنا وكرفصنا. بالنسبة لي أنا كنت في الإنعاش، يلاه غير البارح عاد خرجوني من الإنعاش، جيت في العناية المركزة، وتما ما كاينش لي سبيسياليست كيجيو عندنا، ما كاينش لي كيسمو في معانا، ما كاين حتى حاجه، كاين على اللي كيجيو لي زانفيرميير كيجي كي دوز لينا الراديو واش ما عرفناهم كديرين التحليلات، ما عرفناهم كديرين، ما فهمنا حتى حاجه، ما كاينش اللي كيجي عندنا في السبيسياليست، ما جا عندنا لا طبيب، كيجيو عندنا لي زانفيرميير كيدبروا لينا شي براواج، وحنا ما كاينش كاع التحسن، ما كاينش نهائيا، ما حدنا حنا غاديين وحنا الحال.